اش يجعل الشاب بحال محمد عبابو عمره 32 عام يقود انقلابا اسودا على الملك الحسن الثاني؟ اشن هي الخصائص العامه لشخصيه محمد عبابو؟ واش اللي كيجعله بهذه القوه وبهذه الصرامه ليقود انقلاب على مرؤوسيه وكذلك الامر بتصفيه الجنرال المذبوح وبعدها يقود الانقلاب في اليوم الأسود 10 يوليوز 1971 في شخصية الكولونيل محمد عبابو؟ مجموعة من المميزات تختلف جذريا عن أخوه محمد عبابو الذي يكبره في العمر. من طبيعة الحال من بين هذه الخصائص سبعة ديال الخصائص. أولا، ولادته في منطقة فقيرة جدا وهو فيلاج بورد بالقرب من مدينة تازة سنة 1935، وتصرفات قياد الاستعمار بالقسوة تجاه الأهالي والإحساس بالظلم العميق على ما فعله. ثانيا، في سنة 1956 يعني سنة الاستقلال تخرج محمد برتبة ملازم، وإحساسه العميق بالتفوق والدهاء وكذلك الذكاء وتقلده بعد ذلك لعدة مراتب، وإحساسه بواحد الكاريزما أنه مختلف عن الآخرين. ثلاثة، تعيينه في القصر الملكي مرافقا للملك، ثم هذه الحظوة نال من خلالها منصب رئيس لوحدات الجيش وهو صغير السن، وكذلك هذا الإحساس الذي ظل يصاحبه الإحساس بنشوة الشباب. رابعا، تطلعه وتعطشه للسلطة، عنده تعطش كبير للسلطة، وشخصيته الصارمة والعنيدة الغير المستسلم لا للفقر ولا للسلطة ولا لسلطة أكبر منه. أداه من طبيعة الحال إلى استكمال دراساته العسكرية في فرنسا مدرسة أركان الحرب بباريس، ويصبح أكثر نضجا بالأوضاع السياسية لمغرب ما بعد الاستقلال. خامس نقطة، ترأس للمدرسة العسكرية بهرممو الذي جعل منها مدرسة حديثة بكل معنى الكلمة، وجعل منها كذلك نواة لما يفكر فيه، يعني نواة للانقلاب. وأفتح هنا قوسا كبيرا، في هذه الفترة بدأت تخامره فكرة التهيئ للانقلاب ورفقة من طبيعة الحال المذبوح وآخرين انقلاب 1971، وبذلك يعني سرق المواشي والأموال والعتاد والرمال وكل ما يجده أمامه من أجل فكرته، وكل شيء ليقوي من شوكة المدرسة، وكان يعتقد بأن أن تصبح المدرسة نموذجا وأن يقوي من شوكتها المدرسة العسكرية سيصبح هو أقوى ويمكنه أن يقود الانقلاب. سادسا، قدرته الكبيرة على المكر. مع بداية الانقلاب أعطى أوامره بتصفية الجنرال المذبوح، ثم ظل يبحث عن الملك الحسن الثاني. سابعا، النقطة الأخيرة، أنه كشخصية عنيدة قاد 1300 طالب، يعني ضحوا ب 1300 طالب، واستمر في المواجهات الأخيرة طيلة اليوم من 12 النهار إلى منتصف الليل، حيث وقعت مشادات عنيفة بالقصر الأول بالقصر الملكي أولا، ثم أمام أبواب الإذاعة الوطنية، وتراشق بالنيران مع الجنرال محمد بن بشير البوهالي، وفي نهاية المطاف ماتوا بجوج، لا الجنرال البوهالي ولا الكولونيل محمد عبابو. وبعد استسلام 200 طالب تم إطلاق النار عليهم، على 113 منهم وتصفيتهم. يعني بخلاصة أن هذه الكاريزما وهذه المسار
الدراسي ومسار التفوق، وكذلك التقاء بمجموعة من العسكريين عندهم نفس الإيمان بنفس الفكرة، هو الذي قاده أو كبر من طموحه باش يعني هاجي السلطة الذي ظل يسكنه، وكذلك التخلص من الظلم والفقر الذي كان يتعايش معه في طفولته. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.